الأستاذ عبد العزيز عبد الله مساوي، وهو باحث من أبناء مديرية مران بصعدة. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا أخي الكريم. مرحبا بك في حلقة اليوم. صراع الأجنحة يعني الحوثية، أو لنقل أوسع من الحوثية، لكن هذه الصراعات تأخذ أحيانا مرجعية دينية، تأخذ تأصيلا دينيا. ما الذي حاولوا زراعته لتأصيل هذه الصراعات في صعدة؟ هل تسمعني يا أخي الكريم؟ أسمعك، هل تسمعنا؟ نعم، أسمعني. نعم، المرجعيات الدينية، وأقصد بها المذهب وماذا يقوله لتأصيل من يستلم هذه السلطة، وبالتالي نتائج ذلك صراعات بينية بين هذه الجماعات المتناقضة والمتفقة على هدف الوصول للسلطة. ماذا في صعدة خلال يعني ما بحثت وما عايشت؟ أخي الكريم، دعنا نكون صادقين مع المشاهدين. لا يوجد أي صراعات داخلية فيما بين أجنحة الشيعة أنفسهم، وإنما هناك تقاسم أدوار. لنضعكم أمام الواقع، هناك مثال سأضربهما للمشاهدين. مثلا محمد عبد العظيم الحوثي، هذا يلعب دور ايش من دور؟ دور استقطاب الاشخاص الذين نفروا من جرائم وانتهاكات ميليشيات الحوثي. فبدل ما يذهبوا الى السنة، هناك محمد عبد العظيم الحوثي يستقطبهم باسم الزيدية بطريقة اخرى، وهذا يكون استبنى. يعني في الوقت الذي تحتاج السلالة، هم في الحاضنة الشيعية الزيدية. المثال الثاني وهو صالح حبرة، والذي ظهر في الآونة الأخيرة ينتقد ميليشيات الحوثي، وهذا يلعب دور المعارض الإعلامي، وذلك لإضفاء طابع حرية الرأي والرأي الآخر على ميليشيات الكبت وتكميم الأفواه الحوثية. هذا أما لو كان فيهم وبينهم صراعات وخلافات أخي الكريم، لما وصلوا إلى ما وصلوا إليه اليوم. ألا ترى إن نقطة ضعفنا نحن الشرعية تكمن في خلافاتنا وانقساماتنا؟ سنظل في الحوثية، الشرعية إطار آخر، نقاش آخر لوقتها. دعنا في هذا الإطار، في دعنا في هذا الإطار، إطار الحوثيين. تقول أنه تبا تقول لو انقسام لا لا انقسام لا 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 داعي أصلا لاستدعاء الانقسامات أو الخلافات أو الاختلافات التي تتواجد في جسم الشرعية. نحن اليوم نتكلم عن الحوثيين، وبالتالي دعنا نحصر الإطار أفضل حتى يعني نحصل على فائدة أكبر من الوقت. دعني معك في نقاش أفكارك التي وضعتها، تبادل أدوار. التاريخ يقول غير ذلك، يقول أن عبد الله بن حمزة على سبيل المثال يعني المطهر ثار على أبيه حتى كثير من وحبس المطهر حبس ابنه، وكثير من السلطويون في هذه الجماعة صفوا بعضهم. لا شك أنك كنت معنا كيمنيين في حوادث كثيرة، عبد الكريم جدبان، أحمد شرف الدين وغيرهم ممن تم تصفيتهم كما يقال، وكما يعني يعتقد الكثير من الباحثين. ليس وحيدين، هنالك أعداد كبيرة بما فيهم حتى صالح الصماد التي يتهم فيها بعض أجنحة هذه الميليشيات. ألا يمكن أن يكون هنالك قدرة لدى هذه الميليشيات في إدارة صراعاتها، وبالتالي الصراعات حاصلة ولكن هنالك قدرة لإدارتها وتبادل الأدوار كما تقول؟ اسمع أخي الكريم، قد يكون هناك خلاف
لكن الخلاف هذا له سقف محدد، وهذا هو الأهم، بمعنى أنه كل الأطراف التي ندعي أن هناك صراع داخلي فيما بينهم لديهم مرجعية واحدة، يأتمرون بأمرها وينفذون أوامرها. هذه المرجعيات إذا توصل الخلاف ما بين أجنحة الشيعة إلى حد الفلتان أو الإضرار بالمشروع السلالة الهاشمية، تدخلت المرجعية هذه وأخمدت الخلاف. قد تلاحظ، دعنا لا نذهب إلى التاريخ إلى بعيدا، نبقى حول الحوثي. محمد عبد العظيم الحوثي الذي أدعى الخلاف، ستلاحظ شيء واحد، الخلاف، بس خلاف في إيش؟ اختلفوا حول من هو مؤهل للإمامة، وهذا خلاف سطحي تماما، وحسمه الأقوى، وانتهى الموضوع في الخلاف مع عبد العظيم محمد عبد العظيم الحوثي. لكن لدينا خلافات أعمق. لو أراد الحوثي من يمسح عبد العظيم من الخارطة تماما، كذلك علي مسعود الرابطي صاحب مدرسة ما يسمى التعليم الزيدية، ألا يا أخي، قبل فترة تم مسك أسرى من وين؟ من طلاب علي مسعود هنا في مارن. طيب الاختلاف هو حول أشياء مثل ما قلت لك، لعب أدوار. فبدل ما يذهب هؤلاء الذين نفروا من جرائم وانتهاكات الحوثي ومن فكر ومعتقد الحوثي، ما بش معاهم مكان إلا السنة. ولذلك تم إيجاد البدائل، محمد عبد العظيم، علي مسعود وغيره، وعلى هذا قس في السابق. نعم، فبدلا ما يذهبون إلى الجانب الثاني، جانب السني، يبقون في متناول اليد عند الأجنحة الأخرى التي تدعي الزيدية وما إلى ذلك. نعم، هذا الجانب. أما بالنسبة للمرجعيات، فالمرجعيات هم بيقوموا باسم آل البيت، فإحنا سنكتفي بما ورد في تصريح محمد عبد السلام فليته. طبعا هذا أنا في نفس الاسم عبد السلام، من وين جاء؟ هو بن صلاح فليته، الناطق الرسمي باسم ميليشيات الإرهاب الحوثية. طيب إيش جاء؟ وأنا أضيف إلى ذلك، هو ذكر بعض الأشخاص الشخصيات، وأنا أضيف إلى ذلك أصحاب الخناجر المسمومة في خاصرة الأمة الإسلامية الخارجين على ولاة الأمر، وهم يحيى بن زيد كما ذكر، ومن قبله أبيه زيد بن علي، وكذلك الذي خرج على هشام بن عبد الملك سنة 121، ومحمد النفس الزكية الذي أخرج أعلن الخروج على الدولة العباسية وانتهت نثرته بمقتله سنة 145، وكذلك أخي إبراهيم البصرة وأخوهم إدريس في سنة 170، وكذلك خروج حسن الفقي، حسن بن علي، في المغرب سنة 169، وكذلك محمد بن إبراهيم طباطبا الذي أعاد بداية تأسيس، يعني مش بداية، وأكمل الدولة الزيدية سنة 199، حيث أرسل أخاه أو ابن عمه إلى إبراهيم بن موسى الملقب بالجزار إلى اليمن، وآخر إلى طبرستان، ومن بعدهم يحيى الرسي وأحمد بن سليمان وعبد الله بن حمزة. إذن طبيعة هذه الميليشيات، كما أفهم من استعراضك، طبيعة هذه الميليشيات هي التمرد والصراع على النفوذ والمحاولات الوصول إلى السلطة وتوحش
العمل العسكري والسياسي لديهم في طريق الوصول إلى السلطة. سنأتي إلى التوحش. هؤلاء أنهم أهل البيت كما قال محمد عبد السلام في الأخير، والولاة وقادتهم ومرجعياتهم الجدد، قال أولاد علي بن أبي طالب الخميني وحسن نصر الله وعبد الملك الحوثي. أما بالنسبة للتوحش يا صاحبي فهذه ضرورة ملحة. ليش؟ لأن الشيعة يواجهون صعوبة في تسويق بضاعتهم من معتقدات وأفكار كاسدة في سوق في السوق العلمية والمعرفية، لا يجدون لها رواج. فلو وجدوا رواج لها بالدعوة الطيبة واللين والقول الحسن لما لجأوا لتسويق بضاعتهم وأفكارهم بقوة السلاح. هذا جانب. أما الجانب الثاني فهم يعلمون أن مشروعهم باطل، ولذلك يحاولون إضفاء ضابع النبوة والحق الإلهي عليه، ولذلك نجدهم يتمسكون بخرافة الولاية والحق الإلهي ويتدثرون بعباءة أهل البيت كذبا وزورا، والتي فندها القرآن الكريم في كتابه حيث قال تعالى، طبعا هم يستدلوا على أنهم أهل البيت بإيش؟ يجتزئوا من الآية، من الآية يا إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت وطهركم لطهركم تطهيرا. بس لو رجعنا إلى الآية فيه نزلت في إيش؟ نزلت في نساء النبي، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، إلى قوله تعالى إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذن اتضحت الآية أن نزلت في نساء النبي وليست فيهم.